بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في موضوع جديد بعنوان جاوس إليمينيشن جاوس جوردن، طريقة جوردن للحذف وطريقة جاوس جوردن. طيب، هذه الطرق تتعلق بالمصفوفات الماتريسيس الماتريكس. فقبل ما نبدأ في هذه الطريقة ودراستها، لابد لنا من أن نعرف ما هي المصفوفة. راح نتكلم في أول نقطة عن الماتريكس اللغة الإنجليزية. هذه الماتريكس تسمى المصفوفة. إيش هي المصفوفة؟ سبق وأن أخذنا المصفوفات كيف شكلها. يكون مثلا عندنا مصفوفة على هذا الشكل، يكون عندنا كده زي القوس المربع لكن بشكل كبير على حسب حجم المصفوفة. وجوة المصفوفة هذه، جوة الماتريكس هذه، يكون في عندنا عناصر مثلا A11 A12 مثلا 1 3 الى ما لا نهاية. هنا مثلا A21 وزي كذا، تمام. طيب، هذه اللي هنا، هذا يسمى صف، يسمى باللغة الإنجليزية صف رو. وهذا اللي كذا يسمى ايش؟ عمود، كولم باللغة الإنجليزية كولم. طيب، ايش يعني A11؟ خلينا ناخذ مثلا العنصر هذا المكتوب له A11، هذا هو اول عنصر في المصفوفة A11. لاحظوا في رقمين تحت العنصر هذا، هذا يشير الى رقم الصف، وهذا يشير إلى رقم العمود الذي يتواجد فيه العنصر. فلو جيت قلت لك مثلا A32 كمثال، معناته هذا العنصر موجود فين؟ في الصف الثالث، تمام، وموجود في العمود الثاني. واضح، تمام. طيب، في شيء ثاني لازم نعرفه اللي هو size of matrix، حجم المصفوفة أو رتبة المصفوفة. حجم المصفوفة أو رتبة المصفوفة تتكون من حاجتين، m ضرب n، حيث أن الام هو الصف والان هو العمود الكولم. فلو جيت قلت لك مثلا 3 في 2، قلت لك مثلا مصفوفة وكتبت جنبها هنا مثلا 2 في 2، هتقول لي هذه المصفوفة من السايز 2 في 2، من الصف تكون من صفين وتكون من عمودين. واضح؟ طيب، نقطة ثالثة ذكرت عندكم في المذكرة أو في الكتاب، إذا كان الام حجم الصفوف يساوي حجم الأعمدة الان، هذه يقال عنها مصفوفة مربعة، سكوير ماتريكس، سكوير ماتريكس. إذا كان عدد الصفوف يساوي عدد الأعمدة فهذه المصفوفة يقال عنها سكوير ماتريكس. طيب، لاحظ عندي نقطة ثالثة كمان، شيء نسميه القطر الرئيسي في أي مصفوفة. القطر الرئيسي باللغة الإنجليزية main diagonal، main diagonal. هذا ايش؟ هذا لو انا عندي مصفوفة مثلا كذا، تمام، لاحظ معايا مثلا متكون من هذه العناصر، مثلا عنصرين ثلاثة،
النقاط هذه يعني مكانها عناصر مصفوفة. هذا شيكني على الشيء اللي بسويه. شوف من هنا من الصف الأول بعدين في الصف الثاني بعدين في الصف الثالث هذا يسمى main diagonal. أديك مثال آخر. لو أنا كانت مصفوفة عندي هذه كانت مثلا 3 في 3، لو كانت عندي مصفوفة مثلا مكونة من 2 في 2 صفين في عمودين 2 في 2. طيب فين القطر الرئيسي؟ فين المين دايجونال؟ تيجي تقول لي والله كده، هذا يسمى القطر الرئيسي المين دايجونال. طيب مثلا لو كانت مصفوفة عندي 3 في 2 كده، 3 صفوف صف صفين 3 في عمودين نفس الشيء، هتقول لي والله القطر الرئيسي على كده كده هنا واضح. يعني القطر الرئيسي تلاحظ تبدا من اليسار في الزاويه العلويه في اليسار وتمشي زي القطر كده. القطر ايش كده؟ فاكرين لما كنا نقول مثلا هذا مثلا مربع كده تمام، قلت لك هذا كده من هنا لهنا يسمى قطر، او هذا كده من هنا يسمى قطر. لا، الان في المصفوفه تبدا من اليسار لمين كذا تمام، تبدا من اليسار اعلى شيء الى اسفل قطر رئيسي، زي 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 كذا طريقه الدرجه. يعني شوف مثلا كذا، شوف تبدا كذا بعدين كذا بعدين كذا بعدين كذا بعدين كذا. تلاحظ هنا مثلا اهو، هنا مثلا اهو، هنا مثلا اهو، واضح؟ تنزل زي الدرج كده، بعدين العناصر اللي بتواجهك هذه تسمى مين دايجونال، مين دايجونال تمام. طيب لو كانت مثلا مصفوفة 3 في 3 كده، 1 2 3 1 2 3 1 2 3 زي ما قلنا، هذا يسمى القطر الرئيسي المين دايجونال تمام. هذه كده معلومات تعرفها في المصفوفات. طيب تعال ناخذ اول اكزامبل، اول اكزامبل عندنا الذي يعرفنا عن سايز اوف ماتريسيس، حجم المصفوفات. هذا كده اكزامبل بسيط وسريع، يعني فقط ليش لتاكيد المعلومه. اكزامبل 1 عندكم في الكتاب، قال لي اعطيني مصفوفة يقول لي ايش السايز تبعها، ما هو حجم هذه المصفوفة. هذا اول مثال، لاحظ انه هذا او هذا الماتريكس او هذه المصفوفة تتكون من صف واحد وعمود واحد. اذا نكتب اول شيء الصف، تتكون من صف واحد في عمود واحد، هذه حجم المصفوفة 1 في 1. طيب فقرة بي، فقرة بي أعطاني هذه المصفوفة تتكون من صفين وعمودين، هذا صف هذا صف هذا عمود هذا عمود. إذا حجم المصفوفة هذه وأساس تبعها تتكون من 2 في 2، قلنا إذا كان حجم الصف يساوي حجم العمود، عدد الأعمدة يساوي عدد الصفوف، هذه المصفوفة تسمى سكوير ماتريكس. طيب فقرة C أعطاني هذه المصفوفة 1، أي أرقام 1 2 3 5، كم صف؟ صف واحد. كم عمود؟ 1 2 3 4. إذن سايز الماتريكس هذه عبارة عن صف في 4 أعمدة. إذا قال لك ما هو السايز أي مصفوفة، تكتب كده عدد الصفوف ضرب عدد الأعمدة، هذا هو السايز. إذن السايز يكتب عن طريق الصفوف حاصل ضرب الصفوف في الأعمدة. الصف أول شيء بعدين العمود تمام. طيب لو مثلا فقرة أخيرة عندكم، فقرة دي أي أرقام، يعني مو تقصر الأرقام اللي عندكم بس نفس السايز. مثلا عندي هنا 1 2 3 5 7 9، هذه مكونة من كم صف؟ 3 صفوف. مكونة من كم عمود؟ 2 عمود.
صح؟ أوه، صف، صفين، ثلاثة، بعدين عمود، عمودين، إذن ثلاثة صفوف في إيش؟ في العمود. لو عكستها، لو مثلا خليت صفين مثلا هنا، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، هذه المصفوفة السايز تبعها كم؟ حتقول لي كم صف عندي؟ صف، صفين، إذا اثنين ضرب كم عمود؟ واحد، اثنين، ثلاثة، يعني اثنين في ثلاثة. وضحت؟ طيب، النقطة اللي بعدها، احنا نقدر نمثل أنظمة المعادلات الخطية linear system equation using matrices. فإيش الهدف من دراستنا للمصفوفات الماتريكس في هذا السكشن من هذا الشابتر؟ عشان نقدر نحل السيستم لينير إيكويشن. طيب تقول لي ليش؟ طيب ما أنا خلاص، ليش أتعب نفسي وأحل المعادلات الخطية والسيستم أوف لينير إيكويشن باستخدام المصفوفات؟ مو أنا خلاص حليتها بشكل عادي؟ أوكي، ما عندنا مشكلة، لكن المصفوفات لو تلاحظ أي مصفوفة جوتها تتكون من ثوابت أرقام أعداد، يعني واحد، ثلاثة، خمسة، ستة، سبعة، اثنين، صفر، صفر، صفر. لاحظ أن المصفوفة، تمام، تتكون فقط من أرقام، على عكس المعادلات الخطية اللي تكون مثلا X زائدا 4 Y زائدا 3 يساوي صفر. لاحظ أنه في إيش؟ في variable، في متغيرات. فأنا لما أحل أي system في linear equation باستخدام المصفوفة أسهل لي. ليش؟ لأن أنا ما جوة المصفوفة ما أحتاج أن أكتب إيش الفاريبل اللي هي إكسات وايات وزدات المجاهيل يعني. فإحنا نحل السيستم أوف لينير إيكويشن لتسهيل حلنا، بدل ما نكتب إكس واحد، إكس اثنين، إكس ثلاثة كمعادلات، خلاص أنا أقدر إيش؟ أقدر أحل المعادلة الخطية باستخدام المصفوفات. إذن يمكن تمثيل أنظمة المعادلات الخطية باستخدام المصفوفات. طيب كيف؟ أديك مثال، example، تعال أديك مثال مكون من ثلاثة معادلات خطية system ونحوله إلى مصفوف. كيف نكتبه على شكل مصفوف؟ مثال، أقول لك x ناقص 4y زائدا 3 z يساوي 5، وسالب x زائدا 3y ناقص z يساوي سالب 3، 2x ناقص 4z يساوي 6. طيب هذا سيستم في لينير إيكويشن، أباك تكتب على شكل مصفوفة، تمام؟ هيا شوف، تعال نكتبه على شكل مصفوفة. ناخذ فقط المعاملات، تعال مثلا في المعادلة الأولى امسك كل حد واكتب، اكتب معاملاته. معامل X في المعادلة الأولى هنا بواحد، معامل ال Y بسالب 4، معامل Z بثلاثة. بعدين شوف، امديك تحط كذا نقاط وتكتب ايش الحد الثابت اللي هو يمين المساواة هنا. النقاط هذه ما هي إجبارية، بس عشان ايش تعرف ان الاخر اخر اخر عمود هذا ايش هو؟ ايش الكونستنت تيرم. طيب تعال نمسك المعادلة الثانية، يلا نمسك كل حد نكتب معاملاته. سالب X معاملة سالب واحد، ثلاثة Y معاملة ثلاثة، سالب Z معاملة سالب واحد، وآخر شيء الحد الثابت سالب ثلاثة. تعال نمسك المعادلة الأخيرة، نمسك كل حد نكتب ال إيش المعاملة. طيب معامل اثنين X باثنين، هنا دام ما في حاجة معناتها صفر، هنا في المكان ذا ال Y معناته هنا تكتب صفر في المصفوفة. طيب تعال في الزد معاملها سالب واحد، تعال في على يمين المساواة الكونستنت تيرم ستة. إذن أنا أقدر أكتب أي سيستم في لينير إيكويشن يوزنج ماتريسيس. إيش أسوي؟ أول شيء أرتب المعادلات، أشوف أرتبها يعني إكس بعدين واي بعدين زد، إكس واي زد، إكس واي زد، أرتبها يعني أو الإكسات أول شيء بعدين الوايات بعدين الزدات، وأنزلها أنزل كل معاملاتها في إيش؟ في المصفوفة. هذه المصفوفة
التي تحتوي على الكونستنت تيرم. تمام، لاحظ ان هذه المصفوفة تحتوي على الكونستنت تيرم اللي هو العلمين الخط المتقطع. هذه تسمى augmented matrix. هذه تسمى مصفوفة موسعة، وهذه اللي راح نعتمدها في حلولنا. طيب لو انا جيت في نفس الايش المصفوفة هذه وما كتبت ايش الكونستنت تيرم، بس كذا جيت وكتبت تمام المصفوفة هذه والحد الثابت لعلمين المساواة ما كتبته، هذه تسمى كوفيشنت ماتريكس. ايش مصفوفة المعاملات؟ المصفوفة التي تحتوي على المعاملات فقط تسمى كوفيشنت ماتريكس. تمام، ولو أضفت الحد الثابت هذا تسمى augmented matrix، المصفوفة الموسعة augmented. أما الكوفيشنت ليش مصفوفة ليش المعاملات؟ مصفوفة المعاملات هذه ممديك تكتبها على شكل مصفوفة عادية، مثلا نسميها b تساوي 5 سالب 3 6. تمام، إذن المصفوفة النظام الخطي يمكن كتابته على شكل مصفوفات، إما عن طريق مصفوفة موسعة تحتوي على المعاملات والعمود الأخير يحتوي على الكونستنت تيرم وتسمى augmented matrix، أو مصفوفة فقط تحتوي على معاملات ولا تحتوي على العمود الأخير اللي هو الكونستنت تيرم. تمام، طيب هذا توقع أمور سبق ومرت علينا وليس بجديدة. طيب خلينا ناخذ example 2. قبل ما ناخذ example 2، فاكرين لما كنا نحل system of linear equation قلنا نقدر نسوي بعض الاوبريشن صح؟ فممكن مثلا رقم 1 تبدل صف مكان صف، interchange هذه عندكم في الكتاب، interchange row by row صح. طيب امديني كمان كنت اسوي في الـ شو اسمه هذه لو نحطها بربط نكتب كذا رمز مثلا، لو هذا مثلا R1 نستبدله بR2. وامديني كمان في المصفوفات اضرب صف في رقم غير صفري. تمام، ملتبلاي عندكم في الكتاب، اضرب صف في رقم، انا بكتبه بالعربي خلاص، عندكم في الكتاب مكتوب بالانجليزي، اضرب صف برقم غير صفر نان زيرو، اهم شيء غير الصفر. يعني لو نرمز للرقم هذا الفا فاقول الفا في ار اي كمثال، والناتج اكتبه في ار اي. دحين ناخذ امثله 3. اقدر ايش اسوي كمان؟ اضرب تمام اضرب صف في رقم واجمع على صف، اضرب صف في رقم غير صفر طبعا واجمعه على صف. مثال لو اسمي العدد هذا غير صفر الفا، اقول الفا ار اي زائدا ار جي، والناتج اكتبه في ار جي. دائما قلتها انا الا بعد عمليه الجمع كصف كتابه هو الذي يتغير. تمام، اذا لو تلاحظ هذه العمليات الثلاثه كلها سبق وان عملناها على السيستم اوف لينير ايكويشن. نفس الشيء العمليات هذه اللي سويتها في السيستم اوف لينير ايكويشن اقدر اسويها على ايش المصفوفات. هذه العمليات الثلاثه تسمى عمليات الصف، اليمنتري رو اوبريشن، العمليات على صفوف المصفوفة، العمليات على صفوف المصفوفة. إذن ملخص الكلام، أنا أقدر أقوم بكل شيء سويته في السيستم اوف لينير ايكويشن نفس الشيء اللي سويته في إيش في
النظام الخطي يسوي في المصروفات. طبعا الار هذه الار كابيتال خلاص هذه ترمز للصف الرو. فالان ما الان وصاعدا في حسابنا او في ايش في المصروفات في العمليات المصروفات نقوم بايش عمليات على الصف. تمام. طيب اكزامبل 2 بديك بعض الاشياء اللي سواها في بعض المصروفات امثله. يعني مثلا اكزامبل 2 فقره ايه عندكم في الكتاب اعطاك هذه المصفوفه 0 1 2 1 2 3 3 0 4 4 3 1. طيب خلينا نطبق اول هو امثل. يعني انت ما بدك تحل المصفوفه هذه يقول لك نسوي انترتشينج رو باي رو نقدر نبدل صف مكان صف. فهو قال لك مثال انا اقدر ابدل شوف كيف تكتبه اقدر ابدل الصف الاول مع الصف الثاني فحطلع لي المصفوفه كالتالي. يلا بدل الصف الاول مع الصف الثاني الاول يصير مكان الثاني والثاني يكون مكان الاول يعني ذا مكان ذا وذا مكان ذا. يلا هيكون عندك سالب 1 2 3 4 والاول ينزل مكان الثاني يصير 0 1 سوري سالب 1 2 هنا 0 ما شفت انا و3 وعندك 0 1 3 4 والصف الثالث ينزل زي ما هو. تمام. شوف ايش سويت بدل صف مكان صف. طيب فقره بي انا ممكن اضرب صف في رقم ممكن يعني مثلا هذه المصفوفه كانت عندي كالتالي 2 1 5 سالب 4 3 سالب 2 6 سالب 3 1 سالب 2 0 2. العملية ممكن أضرب إيش صف في رقم ممكن عادي. فلو أضرب مثلا الصف الأول في نص أقدر أقول أضرب نص آر واحد والناتج تحط كده سهم والناتج يكون في آر واحد. إذا اللي بيتغير عندك الآن في المصفوفة فقط إيش الصف الأول اضرب الصف الأول في نص نص في 2 بـ1 نص في سالب 4 بـ2 نص في 6 بـ3 نص في سالب 2 سالب 1 والباقي ينزل زي ما هو 1 3 سالب 3 0 5 سالب 2 1 2. هذه عملية هو بس بيقول لك مثال يعني مثال على العمليات اللي ممكن نسويها. فقرة سي مثلا فقرة سي لو أعطاك هذه المصفوفة كمثال 1 2 سالب 4 3 0 3 سالب 2 سالب 1 2 1 5 سالب 2. أنا ممكن أضرب المصفوفة الأولى في سالب 2 وأجمعها على إيش مصفوفة رقم 3. يعني كذا شوف أقول لك مثلا سالب 2 أضربها في آر 1 في الصف الأول وأضيفها على الصف الثالث. دائما قلنا إلا بعد علامة الجمع هو اللي حيتغير. يعني حتقول والناتج الناتج حيكون في آر 3. ركز معايا في الجملة هذه دائما اللي يكون بعد عملية الجمع هو اللي تكتبه كتغيير في ناتج المصفوفة. يعني كان آر 3 إذا الصف الثالث هو اللي يتغير.
سوي الاوبريشن هذه تمام، يعني الصف الاول ما حتغير، واحد اثنين سالب اربعة ثلاثة، والثاني ما حيتغير، صفر ثلاثة سالب اثنين سالب واحد. الآن طبق العملية هذه وغير الصف الثالث، سالب اثنين في أرواح، يعني اضرب الصف الأول في سالب اثنين واجمع عليه الصف الثالث تمام. يلا سالب اثنين في واحد سالب اثنين وزاد اثنين صفر، بعدين سالب اثنين في اثنين يعطيك كم؟ سالب أربعة وزايد ثلاثة تمام؟ سالب اثنين في اثنين يعطيك سالب أربعة وزايد ثلاثة تمام؟ خلينا نعيد، سالب اثنين أر واحد، يعني سالب اثنين في اثنين سالب موجب بسالب، اثنين في اثنين أربعة سالب أربعة تمام؟ وزايدا واحد هنا شوفوا يعطيك زايدة يعطيك سالب ثلاثة. يلا سالب اثنين ار واحد، يعني هتضرب سالب اثنين هنا طالع هنا هنا، سالب اثنين في ار واحد يعني سالب اثنين في سالب اربعة يعطيك كم؟ ثمانية، ثمانية زايدا خمسة يعطيك كم؟ تلتاعش. طيب تعال في العنصر الاخير نفس الشيء، سالب اثنين في ار واحد تضرب سالب اثنين في ثلاثة، سالب اثنين في ثلاثة يعطيك سالب ستة، ويجمع عليه سالب اثنين يطلع عندك سالب ثمانية. واضح؟ إذن هذه أمثلة على العمليات التي يمكن أقوم بجراها على المصفوفات، فقط إيش بيدربك على فكرة عمل الأوبريشن هذه في المصفوفة. طيب تعال نأخذ إكزامبل ثلاثة إيش طبق تمام كل هذه الاوبريشن على ال السيستم. طيب هنا طيب نقف هنا في هذا الفيديو، واكمل في الفيديو القادم ان شاء الله.